ممكن اي حد يقول لك هي عارفه بطن السمك؟ لا. عايزه اي زبون يجي ويقول ايه؟ افتحي بطن السمك، السمك عندي اهو، اللي يقف عندي يصلى على الحبيب النبي بس. يصلى على الحبيب النبي كده بالصلاه على النبي. السمك عندي اهو. ايه اللي انت بتاكليه ده يا معلمه؟ زبده فلاح. والله العظيم زبده فلاح. بهاريز. بس عشان ماشي. الناس اللي بتفاصل يا الناس اللي بتفاصل يا معلمه معاكي انت مفيش فصال. تقولوا لهم ايه؟ قولوا احنا احنا قايلين مفيش فصال عشان الزبون بياخد حقه هنا. ما انا ممكن ارخص في سمك بتيجي مضروب كفه وكفه، انما انا ما عنديش. بالصلاه على النبي على الملا اهو. حتى كل الزباين تقول لك هي ما بتسرحش. انت معروفه معلمه هنا ومشهوره هنا. ايوه بتاع الحاج خالد. الله يرضى عليك. ماشي يا باشا. حط الحاجه ده جنب كعبك. بكام البولت ده يا معلمه قلت لي؟ 60 مع اسنان. البولت ب 100. البولت بكام سمكيه كيلو بقى؟ ب 100. عندي الحبايتين كيلو ونص. اهو. وعندي الحبايتين كيلو، وعندي ممكن الثلاثه 2 كيلو. يعني عندي 500 جرام و600 جرام و750 جرام و800 جرام. ده في السمكتين. ده في العرض ده. بكام بقى قلت لي؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. مليانه ايه قلت يا معلمه؟ زبده اهو. السمك عندي اهو. انا عرفت انت بتاكل ده. من عندك جزره. انت بتاكل ده؟ بتاكل ده يا معلمه؟ والله باكل. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ بص اهو، هو هيوريك اهو. طب وريني كده. طب الصلاة على النبي لو خدتها في الحر 10 دقايق كده تسيح. وبعدين دهنة مش يعني، شوف لونها في قلب الشمس بتلمع لمعان جامد. يعني السمك ده سمين قوي 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 قوي. علف نظيف. علف نظيف وميه نظيف. وقلوب نظيف. دي عايزه ايه يا معلمه الحته دي؟ عايزه هم يا جمال دي. هم يا خلاص بقى، بيرفع الكوليسترول عندي والله. طب اخر حته بقى معانا. لا 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 عشان الناس بتشوفك. انا تعبانه اساسا يعني. طب نفتح سمكه تانية كده على الهوا كده يا معلمه. ماشي يا باشا. عايز نفتح مين وانا افتحها؟ اي سمكه انت تختاريها تفتحيها عشان الناس معانا. اختارها انت. لا والله ما حد يفتح عليا يا استاذ. انت اختارها انت بقى. انا انت اختارها انت. خد ده كده يا معلمه. خد شويه كده. خد ارجع ورا شويه كده. انا اهو بالصلاه على النبي. ماشي. الراجل جاب لها سمكيه اهو. زي ما احنا شايفين مشاهدينا ومتابعينا، البولت ده الحبايتين كيلو، سمكتين 2 كيلو. فهي بتفتح السمكيه كده عشان تورينا الدهن اللي فيها. بذور 10 كيلو كيلو. السمنه اللي فيها. اوصل ولا كبه؟ زي ما احنا شايفين كده. أشهر معلمة لتاجرة السمك في محافظة كفر الشيخ المعلمة دعاء. 800 يا قلبي. يا قلبي أنت لما تاكل السمك هتبقى يا قلبي. دعاء. ما شاء الله. السمك ويمشي. حبيبي. اختياري. ده بيتقلى من غير زيت ده يا معلم. الصلاة على النبي لحمة. أقسم بالله العلي العظيم صاحب السمك ده الله يرحمه، بس مش الطوبة اللي تحت راسه. علف نظيف ما بيحطلوش أي حاجة وحشة خالص. ما هو لو أنت مش ما هو لو أنت مش حابة صاحب السمك ده يا معلمة مش هتشكري في كده. لا والله أنا بحبه وبحب ريحة الريحة بتاعتهم كمان. عنده ضمير. عنده ضمير. عنده أمانة يعني. عنده أمانة كافية والله. بكام قلت يا معلمة الكيلو؟ ب 100. كيلو ب 100. اللحمة رخصت النهاردة بقت ب 100. اللحمة رخصت. اللحمة رخصت بقت ب 100. تعالى يا عم ناص. تعالى ما تعلقنيش على الفيش. تعالى كل من الحلو ده يا حاج ناص. تقول لي الأسبوع الجاي أنا جاي وتمشي. أحلى حاجة. البوري بكام يا معلمة بقى ده؟ 10 أهو. البوري البوري بكام يا معلم؟ البوري عندي الحجم الوسط منه 130 انا بقى جربت البوري ده. البوري ده نظيف في اكله وشربه وكل حاجه. ده دعاء بدون مجاملات يعني. لا انا جربت. عملتهم على بعض يا دعاء؟ انا بصراحه لا اجيب خمسه تاني. نظيف والسمكيه نظيفه، قلبها نظيف، اللحم نفسه. طب حضرتك منين الاول؟ لان انا من شبرا الخيمه من مسترد.
من شبرا الخيمه من مفترض بتيجي هنا كفر الشيخ انا باجي على طول هنا كفر الشيخ اسبوعيا كل اسبوع هنا سوا وبتاخد عليا الحاج عبد الواحد بتاخد سمك من هنا باخد سمك من هنا على طول بتسوق من هنا عقول وبهايم من هنا هنا رخيص عم عندكم ولا السمك والله الجمال والطعم ما تدورش على الرخص ولا الغلا الجمال والطعم طعم وريحه يا استاذ انا بتكلم انا بقى كلمه عن النبي انا اكلته ده انا اكلته غير اللي معلش اي مجامله يعني ده انت شايف ان ده احسن من انت تشتريه من القاهره هنا طبعا حاجه نظيف بحري بحري على ابوه زارع مستورد الكلام دوت واكل اعلاف مهرمانه لا ده الطبيعي واكل اعلاف بطبيعته انا جربت بعدك انت جربت ده انا جربت ربنا يكرمك الله يبارك دي شهاده انا ما اعرفكش والله ولكن دي شهاده امام الله يا دعاء ده هي ربنا يرزقها وربنا يعينها لكن انت هنا كل اسبوع يعني كل اسبوع هنا كل اربع انا هنا كل اربع أنا. ربنا يكرمك يا حبيبي بكام الجمبري بقى معلمه ده؟ 3.5 عبد بقول لك في كيس تاني بكام الجمبري ده؟ 350 350 جنيه ده مسرح شعره ده معلمه ولا ايه؟ يا دعاء كيف هيكون؟ بتاكل الجمبري ان هي معلمه؟ حاجه حلوه قوي 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 ما هو اللي مش هياكله كده يا معلمه الناس تخاف تاكله كده انت كلت كده ازاي اصلا انا باكل كده الوحيد اللي باكله كده محمد بان معاها اهو بكام يا معلمه قلت لي الكيلو بكام 150 150 جنيه 350 الكم كم حبايه منه كده 20 30 20 30 في الكيلو ما شاء الله تبارك الله معلم البولت ده بكام يا معلمه اللي هو البولت ده بكام ده ب 90 جنيه كم حبايه كيلو يا معلم 3 حبات والخمس حبات 2 كيلو 90 جنيه ها 90 جنيه يا معلم يا عم الحاج ب 100 جنيه و 90 جنيه ضربه 32 سنه معلمه في بيعه السماء بتصلى على حضره النبي واللي يحب النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم 150 و130 يا حاج احمر حاطط احمر ربطان حاطط ايه؟ حاطط احمر ربطان فين يا معلمه الاحمر ده؟ وروني كده افتح ده متزوق ده وريني كده يا معلمه اهم حاجه في الشغلانه بتاعتك دي يا معلمه الامانه اهم حاجه الامانه والضمير الامانه والضمير لان الزبون قاعد في بيته انت مش عارف هو انت بتجيب له ايه الزبون قاعد في بيته ما هو مش عارف هو بياخد ايه السمك ده كان نص في النص في سمك ارض طينه في سمك ارض رمله في سمك من قلبشه ولكن بس يا اسماء عاوز اخلي الايه البحر واحد يا معلمه والسمك انواع الصلاة على النبي شويه سمك ما شاء الله متابعينا متابعي موقع بصراحه الاخباري المعلمه دعاء اكبر تاجره سمك في محافظه كفر الشيخ عندها سمك ب 100 جنيه اهو واللي هناك ده ب 80 وب 90 جنيه عند جميع العروض يعني عندها ثلاث انواع ب 100 جنيه وب 80 وب 90 جنيه طبعا بيفرق ايه بيفرق في الاحجام كبير وصغير زي ما حضراتكم شايفين جمبري 350 جنيه حاجه نظيفه بلدي طازه ازاز طازه حاجه بلدي طازه ال 20 حبايه كيلو طلع النبي لسه جاي طازه ما شاء الله تبارك الله 130 زي ما احنا شايفين كده اكبر سوق السمك في محافظة كفر الشيخ أهم حاجة عند اللي بيبيع الضمير يعني ممكن ممكن اللي بيبيع التاجر يخصص 10 جنيه في نفس الوقت يعني يبيع رخيص بس في حاجة في لعب في شغله هو عارف في الميزان مثلا أو في لعب في الميزان يا لعب في السمك واحدة نمرة واحد على واحدة سوبر ويبيعها على يعني
حاجات كده يعني معينه ايه التاجر بيعملها. البوري بكام النهارده يا معلم؟ عند السوبر سوبر والواحد واحد والاثنين اثنين والثلاثه ثلاثه، ما بنخبطش سمك. يعني اللي عايز سوبر هياخد سوبر للوع... على طول. ايوه زي ما انت زي شايف حضرتك كده. يعني مش هينفع ياخد سمكتين كبار وسمكتين صغيرين. اللي هو عاوزه بياخده. الحجم ده هو اللي بينقي بايده. تمام. في واحد بيحب الكبير وفي واحد بيحب الصغير مش كله. ما شاء الله تبارك الله. ابو شنب يا معلمه ده الصلاة على النبي، ده اللي بيخلي الليله سعيده. قولي لي البوري بكام؟ البوري عندي حجمين، عندي الثلاثة في الكيلو وعندي الخمسة 2 كيلو. الثلاثة في الكيلو ب 130. الثلاث سمكات كيلو ب 130 جنيه. 130 جنيه. وعندي الكبير ده ب 150. ربنا يكرمك يا معلمه. زي ما احنا شايفين مشاهدينا متابعينا، كيلو وربع ب 100 يعني ب 75 جنيه. كيلو وربع ب 100، 2 ب 150، 3 ب 220، ما بيزعلش حد. ما بيزعلش حد. كل من قال هات شال. والعين اللي بتاكل يا معلمه؟ الحمد لله. ربنا يرضيك يا معلمه يا رب. نقول برضه للمشاهدين يقروا الفاتحه لصاحب السمك الحاج محمد فتحي ابو يوسف. ماشي يا معلم. كل اللي شاف التصوير يقرا الفاتحه معانا. ربنا يكرمك. الرحمه والمغفره. انت اصيله يا معلمه والله. اه والله صاحب السمك ده كان عزيز عليا قوي. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. زي ما احنا شايفين كده مشاهدينا ومتابعينا، البوري ب 130 و 150، جمبري ب 350، البولتي سمكتين كيلو، الثلاث سمكات في الكيلو زي ما احنا شايفين كده في اكبر السوق في محافظه كفر الشيخ زي ما شفنا كده. تابعينا، كان معاكم محمد مختار صحفي في المغرب. قوم انت قوم انت.